سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ منذ 400 عام وهم في كل مكان، أصبحوا بأساليبهم الخاصة في العنف موضوعاً لأفلام هوليود. الصمت أهم قواعدهم. تحتوي هذه العصابة على أكثر من 100,000 عضو، ولديهم نشاطات حتى في مدينة اسطنبول التركية. في عام 2011 أعلنت إدارة أوباما أنها قامت بمصادرة جميع أملاك مجموعات مافيا الياكوزا في أمريكا، وتم اعتقال 26,000 من أعضاء الياكوزا في جميع أنحاء العالم نتيجة للعمليات التي تم إطلاقها. ولكنه تبين بعد فترة أن هذه الضربة لم تؤثر كثيرا في العصابة، بل على العكس لملموا شتاتهم وأصبحوا أقوى من ذي قبل. إذن من هم هؤلاء الناس الذين تلف أجسادهم الوشوم والذين قد يخاطرون بالانتحار بناء على أوامر رؤسائهم عند الضرورة؟ يمكننا ببساطة تسمية الياكوزا بالمافيا اليابانية، ومع ذلك فهذا الاسم ليس اسم عصابة واحدة، بل هو اسم عام لعصابات ينتمون إلى تقاليد معينة. هذه العصابات هي منظمات إجرامية غامضة لها عادات وقواعد خاصة بها. يزعمون أنهم استمرار للساموراي. يعتقد اليوم بأن لدى الياكوزا حوالي 100,000 عضو منتشرين في جميع أرجاء العالم. أكبر عصابة ياكوزا هي منظمة المافيا المعروفة باسم ياماغوتشي غومي. بحسب تقارير الشرطة الوطنية، فإن منظمة ياماغوتشي غومي تتكون من منظمة عمرها 80 عاماً و850 عصابة فرعية مختلفة تشكلت داخلها، وتضم ما يقرب 39,000 عضو. ما تشاهدونه الآن على الشاشة عشاء تقليدي لكبار العصابة مع قائد النسل السادس شينوبو تسوكاسا من منظمة مافيا ياماغوتشي غومي. تفيد تقارير CIA بأن هذا الرجل من بين أخطر 100 رجل على وجه الأرض. هذا الرجل على رأس الأنشطة الإباحية والمخدرات والمقامرة غير القانونية والابتزاز والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وابتزاز السياسيين ورجال الأعمال والقتل والقمع والتهديد. تم سجنه لقيامه بقتل خصمه بسيف ساموراي في إحدى المبارزات، وهو الآن يوسع امبراطوريته العملاقة في أقصى الشرق بأساليب قاسية ووحشية. وعلى الرغم من النمو المتزايد لعصابات الياكوزا، إلا أنه ليس من السهل التوغل بينهم وإلقاء القبض عليهم. بالطبع هناك أسباب كثيرة لذلك. على سبيل المثال، قلنا إن عصابة ياماغوتشي غومي تنقسم إلى 850 عصابة فرعية مختلفة. بين عامي 1997 و2005 لم يتم انتخاب أي زعيم لعصابة ياماغوتشي غومي، لكنها استمرت بأنشطتها على نفس المنوال دون توقف. وفقا لمجلة فورتيون التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، فإن الإيرادات السنوية لعصابة ياماغوتشي غومي تتجاوز 80 مليار دولار. يتم توفير الانضباط الداخلي في عصابات الياكوزا من خلال أعمال العنف الوحشية. إذا أساء أحد الأعضاء التصرف أو احتقر أحد الأعضاء، فيتم قطع إصبعه الخنصر من خلال الطقوس، وبهذا الشكل يستعاد ولاء العضو. بعدها يقدم الإصبع المقطوع إلى الرئيس الأكبر. بدأت هذه الطقوس بالتغير بعد العمليات الأخيرة المنفذة ضد الياكوزا، وذلك بسبب تشديدهم الأكبر على السرية. تعود طقوس قطع عقلة الإصبع المسمى يوبيتسوما إلى زمن بعيد. الغرض من قطع الإصبع هو إضعاف قدرة العضو كرجل محارب، لأنه سيكون من الصعب عليه الإمساك بسيف الساموراي والذي كانت تستخدمه العصابة في القتال. وإذا فقد الكثير من أصابعه، فسيكون عليه اللجوء لحماية الجماعة، لأنه غير قادر على حماية نفسه، وبذلك تضمن وتتأكد العصابة من ولائه. إذا ارتكب أفراد العصابة خطأ آخر، فإن العقوبة هي الإعدام أو مصادرة الأملاك أو حتى الحبس في قفص. على الرغم من أن هناك ما يصل إلى 100,000 عضو في أنحاء العالم، إلا أن الانضمام لجماعات الياكوزا ليس بالأمر السهل إطلاقاً. في البداية يجب على أولئك الذين يرغبون بالانضمام أن يكونوا قوميين يابانيين يحترمون التقاليد اليابانية. بسبب موقفهم القومي انخرطوا في أنشطة وحشية في الشرق الأقصى ضد تيار الشيوعيين واليساريين والحركات الطلابية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم في الخمسينيات.
تلقوا الدعم الكامل من الأحزاب القومية. قدمت الأحزاب اليمينية الأمريكية واليابانية دعماً كبيراً لهم آنذاك. عصابة الياكوزا التي احتضنها الجمهور منذ مئات السنين أصبحت على دراية كاملة بالدولة وتمكنت من جر ثقة السياسيين إلى طرفها. لا يجب لأي عضو من أعضاء الياكوزا الشك في أي أوامر، بل وعليه حرفياً أن يتحول من إنسان إلى روبوت آلي في إطاعة الأوامر. وبسبب هذا التفاني فإنهم يعتبرون أنفسهم استمراراً للساموراي. عصابات الياكوزا هي أكثر منظمات المافيا ربحاً في العالم بعد عصابات الكارتل في أمريكا الجنوبية، لدرجة أنهم وباستثناء اليابان يسيطرون تقريباً على عالم الإجرام والرذيلة بأكمله لبلدان الشرق الأقصى مثل الصين وأستراليا وتايلاند وماليزيا. كل من تجارة المخدرات والبغاء والإتجار بالبشر تعود إليهم في هذه البلدان. يعيش بعض قادة الياكوزا هناك ومنازلهم محمية مثل القلاع تماماً. استطاعوا بالآلاف من رجالهم وبملايين الدولارات احتضان سياسي دول الشرق الأقصى، يتعاونون في الغالب مع المافيا الروسية أكثر من غيرها. على سبيل المثال في الشرق الأقصى وأمريكا يستخدم الروس المافيا اليابانية، ويستخدم اليابانيون في أوروبا المافيا الروسية كراع رسمي لبعضهم البعض. ومن المثير للاهتمام أكثر أن هذه العلاقة لا زالت مستمرة منذ 40 عاماً. أساس العلاقة هذه هو تهريب السلاح. لدى الياكوزا أكبر منظومة للإتجار بالأسلحة في العالم، لدرجة أنه وفقاً لتقارير عام 2011 تم العثور على 33% من المسدسات المنتجة في الولايات المتحدة في اليابان، و16% في الصين، و11% في الفلبين. يعتقد أن هذه الكمية الكبيرة من المسدسات تم نقلها من الولايات المتحدة عبر جماعات الياكوزا. يذكر أنه وبينما كانت روسيا لا تزال في فترة الاتحاد السوفيتي، أقيمت العلاقات بين ياكوزا بفضل سوق السلاح، واليوم تحولت هذه العلاقة إلى شراكة في مجال المخدرات والدعارة. أظهرت هذه الشراكة نفسها في السنوات الأخيرة، ويقع مقرها في اسطنبول التركية. تبين في التقارير الخاصة بعالم الإتجار بالمخدرات الصادرة عن الولايات المتحدة عام 2012 أن جماعات الياكوزا لديها مختبرات تقوم بإنتاج عقار الأكستاسي داخل اسطنبول، وبأنهم يقومون باستخدام اسطنبول كجسر لتهريب المخدرات الواصلة من إيران إلى أوروبا. الوشوم التي تغطي أجساد أعضاء الياكوزا هي من بين أهم السمات التي اشتهروا بها على مر 400 عام. تشير أقدم سجلات التاريخ اليابانية إلى أن الوشوم استعملت كوسيلة للعقاب منذ القدم. وفقاً لقانون سن في عام 1720 يعاقب على السرقات الصغيرة والتشرد والجرائم الصغيرة المماثلة بالوشم على ذراع أو رأس المجرمين. هكذا كان ينظر إلى الوشم على أنه سجل إجرامي بمعنى آخر. مع مرور الوقت بدأ أعضاء الياكوزا بالوشم على أجسادهم نسبة للجرائم التي ارتكبوها والأنشطة التي قاموا بها مسبقاً. يحتوي كل وشم على معنى وقصة. الألوان المستخدمة في الوشوم هي تعبير رمزي عن المجال الذي يعمل فيه العضو. تفضل هذه الوشوم من قبل 40% فقط من أفراد العصابات اليوم، وذلك لكونها غالية ولأنها تكشف تفاصيلاً عن الشخص ومجال عمله داخل المجموعة. بدلاً من ذلك يقوم المراهقون اليابانيون ورسامو الوشوم بتطريزها على أجسادهم كأسلوب غريب. تمكنت السلطات من إلقاء القبض على شيغا هورو شيراي أحد زعماء الياكوزا الذي ظل هارباً من العدالة 15 عاماً. بعد انتشار مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي في تايلاند وهو يقوم بتصوير وشوم شخص أعجبته، أعيد شيراي الذي تم القبض عليه بعد انتشار ذلك الفيديو إلى اليابان لكونه مطلوباً بتهم كالقتل وتهريب المخدرات. تفيد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أنه كلما اتجهت منظمات المافيا إلى تهريب المخدرات زادت علاقتها بالعنف، غير أن جرائم القتل التي ارتكبتها الياكوزا انخفضت إلى 40%، بينما كانت في السابق قد بلغت نسبة 80% في اليابان. السبب الأكثر أهمية لذلك هو أنه يجب على المنظمات الإجرامية المهنية أن ترى العنف كخيار أخير. على سبيل المثال ذكرنا في بداية الفيديو أن أكبر عصابة ياكوزا ياماغوتشي غومي تتألف من 39,000 فرد. بالنظر إلى الفائض العددي
فقد لوحظ أن معدل إراقة الدماء قد انخفض بشكل ملحوظ منذ أن طبقوا سياسة التخويف قبل العنف، واستطاعوا تحقيق ما أرادوا تحقيقه خلال ممارسة الضغط النفسي والابتزاز. بهذه الطريقة حتى أكبر شركات التكنولوجيا اليابانية التي تعرفونها اليوم يتعين عليها منح أسهم لعصابة الياكوزا، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلا يمكن لسفن هذه الشركات مغادرة الميناء، ولا يمكن لشاحناتهم المغادرة، ولا يمكن لمديري الشركات وأسرهم النوم بشكل مريح، ولا يمكنهم القيام بأي استثمار حتى. بعبارة أخرى، وضعت الياكوزا ثقلها على جميع جوانب الحياة التجارية بقواعد صارمة قاموا بفرضها هم، حتى أنه وفي أحد الأيام رفضت إحدى الشركات البريطانية الموجودة في اليابان إعطاء حصة للياكوزا، وعلى خلفية هذا القرار خاف جميع الموظفين هناك بما فيهم الطهاة وتوقفوا عن العمل. وأدركت الشركة البريطانية مدى الخطر المحدق وتراجعت عن قرارها. الآن يمكنكم تخيل كيف تعمل شبكة العنكبوت الخاصة بهم في كل مكان. طريقة عمل الياكوزا تعتمد على سياسة التخويف والابتزاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بدأت الدولة اليابانية معركة كبيرة ضد الياكوزا في السنوات الأخيرة، مستغلة الاشتباكات التي اندلعت بين عصابتين من الياكوزا عام 2016، وأدت إلى مقتل العشرات من العصابتين. لكن الشرطة لم تستطع تحقيق نتيجة جيدة رغم العمليات المكثفة والكبيرة التي قامت بتنفيذها. الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ظهور مثل هذه المنظمة الإجرامية بين اليابانيين بتناغمهم في العديد من مجالات الحياة وحبهم للعدالة. لكن لابد من ظهور هكذا مافيا حيث تدار أموال غير شرعية. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.